11 شاب من الرقة. اليوم احنا اجتمعنا هين كاجتماع جماهيري من جميع المحافظات والمكونات الشمال السوري اليوم للتنديد والاستنكار بالاحتلال التركي القاسم الذي احتل واغتصب أراضينا من سركانية إلى كريسبي تل أبيض إلى كل المناطق التي احتلها بكل بشاعات من الإجرام والعدوان الذي يمثل داعش والإجرام الكبير. فإحنا اليوم مجتمعين اليوم نقول لك يا أردوغان خسئت ولن توطأ هذه الأرض، نحن ضحينا من أجلها بأرواح من الشهداء، الآلاف من الشهداء والآلاف من الجرحى، والنصر لنا بإذن الله، النصر لنا بإذن الله. وسقطت يا أردوغان وستسقط مهما طالت الأيام. مكونات وأطياف وشرائح في شمال شرق سوريا التجمع في ناحية العنيسة ليقولوا كلمتهم الواحدة، لا للاحتلال التركي، نعم للسلام، لا للغة الاستعلاء ولا للغة الاستكبار ولا للتغيير الديمغرافي ولا لتهجير المواطنين ولا للإقصاء ولا الأهالي السكان الأصليين في مدينة الأبيض. كانت مدينة الأبيض مدينة آمنة، إذن هو لديه هدف ونية خبيثة لاحتلال المنطقة ولإحداث تغيير ديموغرافي في تلك المنطقة. ونحن أعيد وأكرر نقول لكلمتنا الواحدة، نريد العودة إلى مناطقنا، إلى بيوتنا، إلى مدننا، ونناشد الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ونناشد كافة أحرار العالم بأن يأتوا إلى هذه المنطقة وأن يحموا أطفال هذه المنطقة وأن يقفوا نزيف الدم من هذه المنطقة وأن يقفوا هذا الذئب المسعور الذي يريد أن يحتل هذه المنطقة ولديه نوايا الاحتلال. طبعا نحن هلا هون مجتمعين كل الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا وكل المؤسسات في مناطق الطبقة والرقة وكوباني ومنبج تنديدا بالهجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا. هجمات التركية على هاي المناطق بعد ما تحررت مناطق صار فيها أمان، صارت الإدارات هي تدير نفسها بنفسها. فلحد الآن المكونات اللي موجودة هون، أي مكونات كانت، إذا كانت عرب ولا سوريان ولا كرد ولا أرمن، طبعا كلهم مؤيدين لهاي الفكرة الإدارة أن الشعب يدير نفسه بنفسه. فمن هذا الشيء الشعب ما عم يقبل الشيء اللي عم بيصير، يعني التهديدات التركية والهجمات اللي عم بتصير هلا هون على شمال وشرق سوريا. هذا أول شيء هو تجزيء وتقسيم لمناطق شمال وشرق سوريا والتقسيم سوريا.